والنقاش ينبغي أن يتواصل في المسألة التربوية والمادة التربوية والتعليمية في الجزائر. نلح ونحرص على ذلك لأنه مستقبلنا مرهون بالمدرسة الجزائرية، مستقبل الوطن مرهون بالمدرسة الجزائرية. برامج بلاد متواصلة مشاهدينا الكرام، سعيد دائما بخدمتكم، ألتقي بكم غدا إن شاء الله نفس المكان نفس التوقيت. إلى ذلك حين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخبر العاجل. انتقل إلى رحمة الله الزميل الصحفي والمذيع بقناة البلاد محمد سلطاني. الفقيد محمد سلطاني يعد من الرعيل الأول لصحفي البلاد منذ تأسيسها، وكان أحد أعمدتها من خلال أعماله المميزة وروحه المهنية العالية. وعلى إثر هذا المصاب بالجلل تتقدم مؤسسة البلاد وعلى رأسها المدير العام وكافة العاملين والصحفيين بخالص التعازي لأسرة الفقيد. إن لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، يعد الزميل الصحفي محمد سلطاني من بين الصحفيين المتميزين بأخلاقهم العالية وبروحهم المرحة وبانضباطهم في العمل. الزميل الصحفي كان اليوم بيننا هذا الصباح، قدم لمشاهدينا الكرام حصة في غرفة الأخبار، وهو الآن يذاع خبرا. محمد سلطاني من بين الذين كانوا يذيعون الخبر، وأصبح في هذا المساء خبر تتناقله وسائل الإعلام. يعد الزميل الصحفي محمد سلطاني من بين الصحفيين الذين تأسسوا هذه القناة وكذلك صحيفة وجريدة البلاد، وقد عمل بجد خلال هذه السنوات التي انتقل فيها إلى قناة البلاد صحفيا مذيعا يهتم بشؤون الناس وبأحوال المواطنين. لا نزكي على الله أحد، ولكنه نحسبه من الصديقين ونحسبه من المحسنين، كيف لا، وأنه كان يؤدي الصلوات في مقر قناة البلاد.